سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان يساعد اللاعبين على التألق لذلك نتوقع أن نشاهد كرة قدم ممتعة الصخب حديث اللاعب في ملعب دي بروين الله يثبت أنه حارس كألف نيمار نعم نعم حاول أن يسجل لكن واجه حارس غير عادي تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية تحرك جميل اندفاع في حل العملية في أرضية الملعب للاستفادة من الكرة فان باستن بينية جميلة سلاسة غير عادية في نقل الكرة بين الشوط الأول الأداء بصراحة مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء ميلان لا يجب أن يفقد أعصابه لأنه لم يخسر رهانة بعد ما زال أمامه 45 دقيقة قادر فيها على التعويض على العودة والآن لديه فرصة رونالدينو جاوتشو ميلان أحرزوا هدف التعادل الذي كانوا يبحثون عنه رغم الرقابة كان ينجح في التسجيل بكل هدوء لا يمكن إيقافه بسهولة يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم يسدد الكرة الحارس مرة أخرى ينقذ ولكن حارس المرمى يتمكن من إبعاد الخطر كرة راسية والهدف يأتي استعادوا التقدم بأسلوب غير عادي بأسلوب رائع ركنية رائعة ورأسية في غاية الجمال مجهود كبير من اللاعب في التحرك للأمام قراءة الهجمة بشكل سليم تواجد سيتم التبديل الآن